سؤالي نعم. ليش يعني بالفترات الأخيرة قمت تسمع لغط بكواليس الشعراء نعم أنه أكو مهرجانات الشاعر يجيب وياه جمهوره فعلا الناس اللي صفق له صحيح هاي المصداقية بالتفاعل راحت صارت هي بس مو لأغلب استاذية إيه؟ يعني صارت يجيب ناس وياه حتى يمشون قصيدته بس هو بالتالي المتلقي مو غشيم على السوالف والشعر اللي راح يقال مو انت لا تنسى اكو مرات انا اشوف قصايد يعني بالانترنت نعم هو يقول مثلا اريد ودوم قالوا اريد امشي وما ادري شو السالفه صح نعم صارت ترى 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 يعني بس هو استاذ هي المثل هذا اللي يقول ما يصح الا الصحيح بالتالي الشعر الشعبي الحقيقي معروف طبعا والمصطنع معروف أيضاً. معروف اكيد كل شيء يعني معروف انت اليوم وقفتك على المنصه وجبت وياك فد 50 واحد يصفقوا لك بالتالي مو غشيم اللي راح يتفرج على مهرجانك اللي قريت به راح يشوف يا ابو علي من دول والدليل يعني هسه من تراجعكم مقاطع مصطنعه تراجع تعليقات اليوتيوب تلقى شتايم جوا يا ابو على شنو الله على شنو الصفقه على شنو التفاعل المحقيقي بالتالي الناس بقت تتميز استاذ